مساء النور والسرور. اليوم اللي بنجدكم بوصفه تاع الكسره تاع الفرينه، طلبوها مني صراحه. اليوم جيت نبارطاجي معكم الوصفه، نتيجتها تحفه، دوك تشوفوها في الاخير. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبه للمقادير واش عندي؟ عندي هنا 4 كيلات كيلو بالشي اللي يكون متواجد عندكم في البيت. عندي هذا الشوب يرفد كاس ونص تاع فرينه، عندي 4 كيلات تاع الفرينه، عندي السانوج، عندي الزعتر. بالنسبه للزراره ضيفوا واش تحبوا. عندي هنايا، عندي هنايا مغرف ونص تاع الاكل السكر الكريستاليزي اللي نشربوا به القهوه، عندي مغرف تاع الاكل خميره حبيبات خميره الخبز، وعندنا الملح حسب الذوق، عندنا المدافي، وعندنا 4 تاع الكاس زيت ولا زيت زيتون، زيت سونغو ولا زيت زيتون. جوزوا مباشره على بركه الله طريقه التحضير. هنا غربلت 3 كيسان تاع الفرينه وهذا الرابع، دوك ندير فيه يعني 4 تاع زيت الزيتون ولا زيت سونغو. الفرينه لازم تغربلوها البنات. احنا بعد ما غربلنا الفرينه نديروا النواشف اللي هما نعاود لكم. عندنا الملح حسب الذوق، عندي مغرف ونص تاع الاكل سكر حبيبات هذا اللي نشربوا به القهوه، وعندي مغرف تاع الاكل خميره فوريه خميره تاع الخبز. بلا ما ننساو الزرارع، قلت لكم بالنسبه للزرارع ضيفوا الشيء اللي تحبوه. انا درت السانوج ودرت شويه زعتر يمد لها ذوق ما شاء الله. نخلطوا كامل المقادير مع بعض. انا ندير الملح مع الخميره مع السكر، يعني ما راح يشكل لي حتى عائق اليومين هذا الحمد لله. هنا بعد ما خلطنا النواشف مع بعض نجوزو نديرو 4، قلت لكم 4 تاع زيت الزيتون بهذا الشكل، ونبسو الفرينه تاعنا باش نطموها بالماء. احنا بعد ما بسسنا الفرينه نجوزو نطموها بالماء دافي، الماء لازم يكون دافي ماشي بارد. اذا كنا في الصيف معليش ديروه من الحنفيه، باسكو نعرفوا الماء يكون في الحنفيه يعني يكون دافي، دونك حنا بلا ما تدفيوه كي نكونوا في فصل الصيف. الكسره هذه الحاجه المليحه اللي فيها غير نوجدوا لاباط نبداو نطيبوها، يعني توجد فرمشاتو من العين يعني على وقفه توجدوا الكسره ديالكم. هنا نطموها حتى نتحصلوا على القوام المطلوب، دوك تشوفوه. هنا بعد ما نطمت لي العجينه نجوزو نحطوها في البلون دو طرافاي، نديروا لها مغرفه تاع المارغرين كيما تعودتوا معايا. ياك تعرفوني انا المخبوزات كامل ندير لهم مغرفه تاع المارغرين، راح تمد لهم واحد الطراوه واحد القوام وواحد البنه ثاني ما شاء الله. بالنسبه للملعقه تاع لا مارغرين، ملعقه تاع الاكل. احنا كي ديروا لا مارغرين سورتو اللي شاف الفيديو تاعي اول مره، احنا تبان لكم لاباط تاعكم كيما نقولوا حنايا شغل تفتحت كامل كل اللي فزدت هي، لا اون فوا تشرب المغرفه تاع لا مارغرين راح تولي بقوام ما شاء الله. احنا ندخلوا بالعقل المغرفه تاع لا مارغرين قلت لكم حتى تشربها العجينه ديالكم. هنا شوفوا البنات كي بدات تتشرب المغرفه تاع لا مارغرين، شوفوا بدات تمد لي هذاك القوام اللي راني انا حباته. خدموها دائما في البلون دو طرافاي بعد ما يكون نظيف، يعني تكونوا نظفتوه وخدموا لاباط تاعكم بهذا الشكل هايلك. شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه ما شاء الله. هنا الشكل تاع حربوش كيما راهو موضح، وشكلوها خبيزه تاع الحجم اللي رانا حابينه. انا على حساب لا كريبيير تاعي هذا هو الحجم المطلوب، باسكو لا كريبيير تاعي ماشي كبيره بزاف. اللي عندها لا كريبيير تاعها كبيره قلت لكم يعني ديروا الخبزات على حساب لا كريبيير. هذه الكسره شوفوا تنجموا تعشاو بها يعني مع لي سوب مع الجوازات، مع كيما تنجموا تستقهوا بها، تنجموا ديروا بها لي ساندويتش تاني، باسكو عفوا خفيفه بالبزاف مشبعه وبنتها. واش نقول لكم البنات ما شاء الله هكذا هايلك هايلك الخبيزه. هذا هو شكل شكلهم كامل بهذه الطريقه. اونطخو طون اني حاطه لا كريبيير تاعي تسخن. هنا بعد ما شكلناهم درت لي 7 خبزات، دوك كي تنحلوا عفوا هاد الليبول راح تجي خبزه يعني لاباس بها. هنا ندوزو ندهنوا السطح تاعهم بالزيت، انا ما نغطيهمش، دونك حنا ندهنوهم بالزيت باش ما يربيولناش هذيك القشره اللي تجي من الفوق تيبس لاباط وما تجيش الكسره تاعكم شابه. احنا دوك الاولى اللي بديناها نجيبو نحلوها مع بعض ونبداو نطيبوها على بركه الله. هنا ندهنوا البلون دو طرافاي تاعنا بشويه تاع الزيت ماشي حاجه، ومن المستحسن يكون زيت سونغو. علاش؟ باسكو زيت الزيتون
يعني كيتواسيو به حيت لقوا واحد المرة راه في المقله. دونك حنا معليش يعني تنجموا طيبوها يعني تدهنوا بزيت الزيتون بزيت سونغو وكيطيب يعني بالبانسو برك هكا من الفوق شويه زيت زيتون على لوكو. حنا رانا دايرينها يعني بزيت زيتون حيت مدلكم البنه واللي حب زيت زيتون اكثر يعني كيما نقولوا كفكره فقط. تشوفوا كيفاش تتحل تتحل ما شاء الله سهله تجي سورتو المبتدئات مدوره. ودوك نوري لكم الطريقه تاع الرفود تاعها ما شاء الله سهله يعني قلت لكم كيما تقول يما في كلامها اللي جامي طيبت ديرها اللي جامي طيبت ديرها. هذه هي هاي ليك شوفوا غير باليد نفتحوها ونسويوها بالحله. شوفوا بدات دير النبابل يعني الله يبارك قلت لكم هذه الكسره تحفه تحفه البنات. هاي ليك شوفوا ما شاء الله تحلت. احنا نجيبوا الحلال ونسويوها هكذا ريحه الزعتر وريحه السانج ما شاء الله بدات تطلع يعني قبل ما نطيبوها. احنا ما ترقوهاش حتى تولي مصه تكون واحد 2 مليمتر هذا ما كان نرفدوها بهذه الطريقه. هاي لك شوفوا البنات هاي لك ندوها لا كريبيير تاعنا اللي تكون سخنت. هنا هاي لك لا كريبيير سخنت لي يعني ما شاء الله نجوزو نحطوها بهذا الشكل. علاش قلت لكم البنات قلت لكم يعني اللي جامي طيبت سنه وندني هكذا باش ما نبانش اللي جامي طيبت بهذه الطريقه يعني راح تتحصل على كسره روعه. احنا نجيبو الفرشيطه نديرو لها ثقوب بهذا الشكل. النار هاي ليك متوسطه كيما راكم تلاحظوا نطيبوها من لي دو كوتي. شوفوا قلت لكم خير النوعيه تاع لا كريبيير لا كريبيير عفوا تكون مليحه. احنا بعد ما طابت لي من الوجه الاول بسم الله نقلبوها هاي ليك ونبداو بهذه الطريقه. ريحتها واش نقول لكم البنات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تحفه. طيبوها من لي دو كوتي. بالنسبه للتحمار ونقول لكم ونعاود لكم كل سيده تحمر على حساب واش يحبوا اهل البيت. كاين اللي يحبها حميمه بزاف كاين اللي يحبها كيما نقولوا كيما راهي هكذا يعني هذا الشيء اختياري ويرجع ليكم. بالنسبه الى تتكونجلا انا نكونجليها البنات كي نطيبها ما نطيبهاش نحمرها مليح طيبها يعني تكون بهذا اللون. نحيها نخليها تبرد وندير لها بين الخبزه وخذها بين الخبزه وخذها عفوا ندير البابي كويسون ورق المطبخ ندير بين وحده ومن بعد ندير لها فيلم اليمونتير فيلم بابي الومنيوم ونحطها في الكونجيلاتور. كي نحتاجها نجبدها تدي كونجلا ونسخنها في لا كريبيير عادي يعني راح تولي تقول هذا وين طابت سورتو يعني اللي يكونوا خدامات راح تسلكهم. ومام الا كانوا زعما نقولوا جاوا لا ديرنيغ مينوت يديروها وينجحوا في الوصفه هكذا. هذا هو طيابها هاي بدات تطلع شويه تجيكم كيما الكسره تاع نص طلعه البنات اللي يعرفها سورتو اهل الشرق. الطراوه اللي فيها روعه البنه اللي فيها تحفه سهله وتوجد على وقفه كيما قلت لكم. شوفوا البنات علاش قلت لكم تنجموا ديروها دي ساندويتش. شوفوا كيفاش هاي تتنفخ يعني تشبه تقريبا ثاني الخبز البالون تتنفخ يعني كامل وتتنحل لداخل. سي بور سا تنجموا يعني كي طيب تفتحوها وديروا فيها لي فخيت يعني الموجود عندكم في البيت ويولوا دي ساندويتش العشاء. تقسموا الخبز على اثنين راح تولي منظر شباب على قلت لكم يعني ما شاء الله عليها. تجي دي ساندويتش تاكلوا بها القهوه نعاود لكم تاكلوا بها العشاء ديروها للضياف ما شاء الله. هاي لك
هنا بعد ما شفتوا الوصفه من الالف للياء، شفتوا الطريقه، شفتوا يعني كل شيء، ما خبيت عليكم والو صراحه. نهضر بزاف باش نفهم المبتدئات. قالوا لي تعيشي اشرحي لنا مليح. بون بالنسبه للكسره هايك، شوفوا البنات علاش قلت لكم تجي ساندويتش. شوفوا كيفاش دايره الداخل، شوفوا هايك هكذا تخرج لكم. على بالي قلت لكم تنجموا ديروها دي ساندويتش يعني ما شاء الله. بالنسبه للقوام ديالها هايك، شوفوا البنات نقسم لكم هنا يعني باش تشوفوها الداخل، تشوفوا كيفاه القوام تاعها تحفه، ماشي معجنه البنات. شوفوا باللي ماشي معجنه، طيبه ما شاء الله. فسك علاش طيبناها على نار متوسطه؟ نقول لكم جربوا الوصفه وراح حش تندموا عليها. بنه ريحه قوام يعني مام للضياف لاهل البيت. قلت لكم ترافقوها مع العشاء مع الفطور مع القهوه يعني ما شاء الله. ما ينجبوا ولادكم يدوها للكوتي تاع الصباح، واللي حاب يخدم بالفرينه عفوا الكامله يعني ثاني راح يتحصل على نتيجه مليحه ما شاء الله. قولكم جربوها ما راحش تندموا عليها. تعذروني في الوصفه الماجيه. صحه عشاكم، تهلاو في وحديكم. سلام سلام.